قد ايه كنت محتاجه الخروجه الحلوه دي، ولو اني مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ذنبك ايه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش تاخد. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، ان كان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصتنا. تذكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر زاد خمسه في عينك وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ اه خلصت، هسيبكوا ساعتين زمن اروح اقضي مصلحه واجي. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس؟ شقه يا جدع، افخم شقه فيك يا اسكندريه. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتلمع ولا اي حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجه خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ست، اتفضلي يا ست. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. ايه ده؟ اتعرفت منين؟ هشرب ينسون. ولا اي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي اتكسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب زينب زينب
اللي حصل؟ زينب باينني اغمى عليا. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي اقعد على مهلك يا زينب. حاسب الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيب يا محروس. هو لون من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت هشام ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرعيب. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج. استر يا رب. انا غلطت، كانش ينفع اقتل الواد اللي كان خاطبها ده. يعني يا رب البيل اللي اختستف قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلمة اللي احنا فيها. هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين؟ اختك هي السبب، عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيلة. عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عصبية هتعاون معاها ازاي؟ يا خبتك يا راشد، بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن الحياة ما تلزش قوي. يعني تعرف يا فتون؟ ايه يا اخويا؟ أنا عمري ما اتمنيت حاجة بجد وحصلت. آه عارفة، تلاقيك يا أخويا كان عليك ندر وأنت صغير وما وفيتوش. والنبي أنت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. أنت اتأخرت ليه يا أخويا؟ آه معلش اتأخرت حبتين، كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ آه هي مش موضة قوي، بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوة يا أخويا. إيه رأيك؟ حلوة. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا. يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم. ديانتك ايه؟ حشرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك. تعال هنا صلاح. ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف.
يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف علينا يا صاحب اللطف يا لطيف اللطف اطلب منا في مكان يا لطيف اللطف اطلب منا في مكان في المقام يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفوا عليها وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره يا بني ادم افهم مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وقلعها دوما من الباب للطاق وبعدين كلها 3 4 ساعات وتوصل في السلامه وتقفش الثلاث بواكي يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك ولا عربيه صح لا 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 انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته ادهولك تقابلني فين يا عم اتحط في مكانك انت لو خطيت خطوه واحده هتتقفش وتروح في داهيه يعني. اللي اقول لي بالصلاه على النبي هي البتاعه دي فيها قد ايه بصي لي يا ست الموديل ده فيه 40 جيب كل جيب فيه كيس ب 75 جرام يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه 3 كيلو بودره وعايز تديني 3000 جنيه ليه هو كيلو البودره بكام ما تزغرتي بالمره وتجيبي لنا البوليس انا خايف عليك من المشوار ده يا عم انت بتتكلم في ايه بقول لك 3000 جنيه قليلين ما قليلين الصراحه طب ما اكلم صاحبك بقول لك دي زياده ده مبدا عندي بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك يلا يا قمر مكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي انا عندي اللي صالحنا عليهم بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده غضبانين ايه ووقعت على حد انا مش مصدق الكلام ده صراحه ما احنا البني ادمين كده جهله ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا طب يا ستي عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول ايه المطلوب عايزه بخور بس غالي شويه ب 5000 جنيه اقول لك عليه وجيبه انت ماشي تديني فلوس واجيبه انا ماشي اللي انت عاوزه طب انا عندي حل كويس ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه تبقى تجيب انت البخور دي حاجات غاليه وتمنها بالدفع مقدم انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا خلاص يا حاج صلاح اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه انا هاجي معاك يا محروس استنى انت بص على مراتك هي ام صباح خير ان شاء الله مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية بالصلاة على النبي متفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله قولي بقى والنبي يا اخويا احكي لي المشوار واحدة واحدة كده هو احنا هنحكي في المحكي ما اكتبه لك في ورقة احسن جرى ايه؟ فتون لو مش هتقدري قوليلي ليه شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معاي هو اللي هيكلمك طب ولما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟ التاكسي هيوصلك لحد الشقة هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي التاكسي هو هو هيجيبك للشقة عندي شقة ايه دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتون انا عايزك هادية وراسية الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك انت برنسيسه ومحجوز لك درجه اولى فتون خلي بالك من نفسك يا اخويا هو انا رايح احارب قطيعه بلا نيله سلام عليكم سلام يا وحش جرايه يا انسي جدع راجل يعني تشيل حديد ابو سيدك يا كوثر ما توضحنيش خمار بسم الله ما شاء الله ايه الجبروت ده يا بت تتجوزي واحد وانت على ذمه الثاني اسكتي يا كوثر اسكتي انت هربتي لما راشد قتل الونش اسكتي بقولك اسكتي هسكت بس قولي لي الناس دي دفيعه ومعاها فلوس ما انت هتاخدي 5000 جنيه عايزه ايه تاني ال 5000 دول علاج سلفتك اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم انا مالي انتوا
طب استني علي اسبوعين بس، هتحكي لي باي كلمه عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله. يا عسليه. أول مرة أعرف إن في بخور ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. أيوة يا معلم أنسى. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ مسكتش. انا سامع المكالمه مع الواد، تليفونها هتقفل اول ما وصلت المحطه، يعني الحكومه مسكتها. علي لما يخرج هيصلخ وشي. المره دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل فتون ما تعملش كده فيا. ايه يا عم ما توحد الله كده، ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي. يلا بينا. تعال تعال عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجه خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجة جواك، دموعك، حتى صوتك، أي حاجة وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد، الست دي بتعرف، صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانة؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله هو المؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربية وتاني جاي. انت هتروح لأم صباح؟ انا هحضر الغداء الاول واروح لها. طيب. محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي. الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محبس. أقول لك معايا يا هريسة؟ حبيبتي.
السلام. مع السلامة. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليه، ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضول ايه؟ لا 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 مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك يا عمو انس، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل، ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي. وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يا فتون، منك لله يا فتون. ايوه حاضر. صباح الخير. في ايه؟ هي الساعة كام؟ داخلة على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعة 10 الصبح؟ خير؟ ايه قلة الذوق دي؟ هو انا كنت بايتة في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل هو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحت ايه اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد؟ تصدقي وتأمني بالله أنا غلطانة، غلطانة إني أول ما فكرت أروح لحد جيت لك أنت. ما أنت عيلة إلا وهتودينا في داهية. أوديكي في داهية؟ واضح من كلامك إنك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في إيه؟ هاتي من الآخر. اسكتي يا بنت، أنا عملت غرزة شقاوة كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص.
بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لا؟ طبعا أعمل لك أحلى قهوة يا حبيبتي من عينيا طبعا. والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال؟ شمال الشمال. أنا كان قلبي حاسس إنك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال، بس خلي بالك يا فتون الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجردرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون قولي كنت جاية وعايزة ايه. انطقي يا زفتة. عايزة ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقولك حاجة؟ ده انا هفكر اذا كنت احكيلك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجة. وبعدين انتي لا مؤاخذة يا غنوة يا اختي مالكيش غير في الحنكرة والبسباسة. لا يا حبيبتي الشغل ده انتي اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي اخد لي سجارتين فيري جود وممكن اخرج واتبسط لي يومين اعمل شوبينج حلو واتبسط بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس. والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده مير يعني زي اي سمسار. يعني من الاخر كده انا عم على وش الفت انما غوص فيها نو. اوكي تصدقي انت بوظتي الفته على اللي بيحبوا الفته. عندك حق انت مالكيش في حاجه خالص. ايوه ما ينفعش في ايه. ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقه لي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انت جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطقي. لا ده انت دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجه انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه ما تنطقي؟ في ان انا كنت عايزه حد يفكر معايا. أنا ما ينفعش أغلط. أنا مش هتربق عليا الدنيا أكتر ما هي متربقة. أنا مش فاهمة حاجة يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجة. مش مهم. لو حد سألك عليا أي حد أنتِ ما شفتنيش يا أختي. آخر مرة شفتيني وما كنا في القسم. ماشي. سلام. سلام يا فتون. زينب زوزو انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب 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 شوف الاسود يا صلاح.